وإلى جديد بريد هيلاري كلينتون، حيث كشفت رسالة مسربة من بريد وزيرة الخارجية السابقة في الولايات المتحدة، كشفت أن واشنطن كانت تعلم بتزوير الانتخابات التي فاز بها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009، واندلعت على إثرها احتجاجات شعبية عرفت باسم الثورة الخضراء. إلا أن الإدارة الأمريكية آنذاك في عهد الرئيس السابق باراك أوباما كانت تفضل أحمدي نجاد على منافسه مير حسين موسوي. ووصفت كلينتون في الرسالة أحمدي نجاد بأنه الأصلح للنظام العالمي الجديد، رغم إقرارها بأن من فاز في الانتخابات هو موسوي.